عدنا العود احمد الله ما صلى عليك يا رسول الله. جولف خاوتي بريك 16666 بسعر البنك تجي خاوتي 225 مليون وبسعر السوق السوداء تجي واحد 350 مليون. شابه ثاني خاوتي بصح شنو ما تخش الجزائر لانها ديزل و2018. هذه بالنسبه لخاوتي العرب اللي عندهم قانون اقل من 10 سنوات وخاوتي اللي عايشين في اوروبا. 1.6 تي دي 2018 ماشي 116 بي اس ماشي 70600 هاي السعر تاعها 16666 شابه والله غير هايله. وسوما برقوق سوما بورخرخ خاوتي ما تنساش راك في لاميزون هنايا تاع في وكاله بيع السيارات بمدينه اوفنبورغ عندها راك في لاميزون هنايا كاين كيفاش يقولوا الضامن وقعوا كلش صلوا عليه. قول في واحد اخرى ثاني بريك خاوتي لعشاق البريك ولا الكومبي كما يقولوا باللغه الالمانيه ثاني هذه خاوتي واحد 230 مليون بسعر البنك جزائريه وواحد 370 مليون بدراهم سوق سوداء. 1.0 تي اس اي 116 بي 37200 كيلومتر 2019 بنزين وهاي السومة 17888 سمبل همبل لأنها فوق 2020 بداو شوية يتبدلوا الديزاين الداخل ومع الفولون مع القعدة تاع الكراسة ومع التكنولوجيا راك تعرف راك في لاميزون هنا. على كل حال بابا زيزي عندك الضمان والأمان صلى على رسول الله وضرب الله يدعم خوك ونتلاقى في طوموبيل واحدة أخرى. جينا ثاني جولف واحدة أخرى خويا العزيز بريك لعشاق البريك هذه خاوتي دير 16888 وسعر البنك تجيك واحد 230 مليون وبسعر السوق السوداء تجيك واحد 350 370 مليون أكثر. 2006 تي دي اي 2001.6 تي دي اي 116 بي اس 180 الف كيلومتر 2019 16888 والداخل قلت لكم نظافة البنوة تاع الصيف الشتاء وتاع الشتاء في الصيف راك هنايا في الوكالة تاع البيع في ألمانيا هذو ألمان ما يخدعك ما والو عندك الضامن سنتين خويا وإذا كنت مهبط هالبلاد ينحي لك 19% حنايا 2019 ما تدخلش الجزائر بصح يمكن غدوة من غدوة إن شاء الله يديروا لنا نقص 10 سنوات صلوا عليه وضرب الله يدعم خوك. جولف ثاني خوتي عشاق البريك جولف 8 بريك أمشي 8 جولف 7 بريك سمحوا لي 15555 116 بي اس 83000 كيلومتر 2020 ديازل خوتي هذه تسقع واحد 230 مليون ولا 225 مليون جزائرية سنتيم كيما بسعر السوق السوداء تستقام واحد 350 راك تعرف الشبوب والهبوب الضامن والتأمين والأمان هنا ألماني اللي راه يبيع على كل حال وهذه هي وهذا هو. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله ضرب الله يدعم خوك تلقى في طوموبيل أخرى. جينا لكم مرة أخرى باسات بريك 41888 أورو واحد 950 مليون جزائرية سنتيم بالسوق السوداء وبسعر البنك تجيك 600 مليون 150 2.0 تي دي 150 بي اس 15000 كيلومتر 2024 ديزل اوتوماتيك الدنيا مدنيا صاحبي ما شاء الله. خويا ثاني 41 ثاني ما شاء الله يا صاحبي غالية ان شاء الله ربي يرزقنا الحلال يا العزيز لويز. المهم رب الله يدعم خوك وصلي على رسول الله شو نشوف منا شحال نكره العباد اللي يجيب الكلب معاه تاعو هذا عمره شديته شحال نكره الكلاب ويبدا يشمشم فيك صلوا عليه. العشاق الجولف ايرلاين بصح خويا في البريك في الطويل 20000 اورو 500 مليون ولا 500 مليون جزائري بسعر السوق السوداء و 300 مليون بسوق
البنك بسعر البنك ايرلاين كومفورت لاين تي دي 150 بي اس 2019 49100. هذه ما تدخلش الجزائر 20888. لكن خاوتنا العرب اللي عندهم قانون اقل من 10 سنوات واللي عندهم ولا خاوتي اللي عايشين في اوروبا, خاوتي اللي عايشين في اوروبا يقدر يجي يشري. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شابه صلوا عليه. نجول هذا الوحش باصات يا محينك في البراك, كاين هذه وكاين هذه في الابيض, نفس السومه نفس العام ماشيين تقريبا كيف كيف. خاوتي وشابين 28444 ديازال 2023 ماشية 23100 ديازال, لكن هذه ايسونس السومة تاعها شابة هايلة. وحش والله الله يبارك, اللهم رزقنا الحلال. هذو طنوبيلتي عجبوني خاوتي, سلعة وغاشي قال لك يا جدك, طويلة وشابة, تعرفوا شنو طيارة في الطريق هذه ثاني. الله يبارك مع الألمان ما كاينش تحديد السرعة, جبد ينمر. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله, صلوا عليه. المهم اضرب الله يدعم خوك, تجي واحد 450 مليون سعر البنك, صلوا عليه. جينا لهذه الباسات الشابة صورنا اخوتها في الكحل, لكن ديازل هذه ايسونس ثاني نفس السعر خاوتي 450 مليون بسعر البنك, وتجيك واحد 750 مليون بالسوق السوداء, 300 مليون ديفيرونس يديها السمسور يا محينك. 150 بي اس 26200 كيلومتر 2023 ايسونس, وهو السعر. انا راني في وكاله فوكس فاغن بمدينه اوفنبورغ, معناتها هنا كي تشري كاين الضمان والامان والدنيا مدنيا, ما نقدرش نروح من نعود نطربق لهم التروفيزور. المهم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله, صلي عليه ويضرب الله يدعم خوك, نتلاقاو في طنوبيل اخرى. عدنا والعود احمد, اللهم صل عليك يا رسول الله. جولف خاوتي بريك 16666 بسعر البنك, تجي خاوتي 225 مليون, وبسعر السوق السوداء تجي واحد 350 مليون. شابه ثاني خاوتي, بصح شنو ما تدخلش الجزائر لانها ديزل و2018. هذه بالنسبه لخاوتي العرب اللي عندهم قانون اقل من 10 سنوات, وخاوتي اللي عايشين في اوروبا 1.6 تي دي 2018 ماشي 116 بي اس ماشي 70600, هاي السعر تاعها 16666. شابه والله غير هايله, وسوما برقوق سوما بورخرخ. خاوتي ما تنساش راك في لاميزون هنايا تاع في وكالة بيع السيارات بمدينة اوفنبورغ, عندها راك في لاميزون هنايا, كاين كيفاش يقولوا الضمان وكاع وكلش. صلوا عليه.